جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة وجماعة الحوثي بعد توقف المسار السياسي لقرابة عامين. في هذه الحلقة من فضاء حر نتوقف عند أهم ملفات هذه الجولة ومدى اقتراب اليمنيين من نهاية الحرب. أهلا بكم إلى فضاء حر. تأتي هذه الجولة من المشاورات بعد تصاعد العمليات العسكرية وتفاقم الحالة الإنسانية، وفي حين نجح المجتمع الدولي في الضغط من أجل إيقاف المواجهات في الحديدة وهي أهم جبهة في الحرب القائمة الآن، فإن معالجة الحالة الإنسانية تبدو متعذرة في هذا الوقت. أما إحلال السلام فسيبقى بعيدا في ظل المؤشرات القائمة. تخوض هذه الجولة فيما كان يفترض أنه قد تم الاتفاق عليه في الجولة الأولى من المحادثات في جنيف عام 2015، وهذا يعطي مؤشرا سلبيا عن مسيرة التسوية التي توقفت عند لحظة بناء الثقة. وعلى الرغم من أن المتابعين لا يتوقعون الكثير من هذه المشاورات، إلا أن البعض يرى في أنها فرصة مهمة لحلحلة الوضع الذي يراوح مكانه منذ أعوام، والذي قاد إلى تدهور الاقتصاد والحالة الإنسانية في البلد بشكل كارثي ألقى بظلاله على الملفين السياسي والعسكري. في كل مرة يبدي الطرفان استعدادهما للسلام، إلا أن الوضع على الأرض يشير بوضوح إلى أن لحظة السلام لم تحن بعد. وإذا كان ملف المعتقلين قد استغرق 3 أعوام ليصبح على طاولة البحث الجدي، فما الذي سيحتاجه ملف تسليم السلاح والبدء بالخطوات السياسية ليصبح حقيقة حتى يمكن الحديث حينها عن نهاية الحرب؟ إذن هل يمكن أن تحقق جولة ستوكهولم اختراقة مهمة على المسار السياسي في اليمن؟ ما الذي يمكن أن تخرج به هذه الجولة من المشاورات ليعتبرها اليمنيون ناجحة؟ لمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا من ستوكهولم الناشط الحقوقي وليد المفتي، ومن اسطنبول أستاذ الاجتماع في جامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك دكتور عبد الباقي بالسؤال المشترك. إذن جولة جديدة من مشاورات السلام، هل يبدو المسار السياسي الآن هو طريق الحل في اليمن؟ التوصيف الخاطئ للصراع في الحقل يؤدي إلى موضعة الأطراف خارج المسار، وبالتالي نحن خارج المسار الذي يفضي إلى تسوية سياسية وإلى استقرار في اليمن بشكل واضح. هناك توصيف واضح للجماعات، هناك صراع مركب يمني يمني، جمهوري ملكي، شمالي جنوبي سني، وهناك صراع إقليمي سعودي، وهناك صراع استثماري يعني استراتيجي واستثماري لدول في الداخل، وهناك رؤية دولية لكيفية تأثيث المنطقة العربية والإسلامية. بالتالي التوصيف الخاطئ للحالة حتما سيؤدي إلى معالجة خاطئة. ما يحدث في السويد هو نجاح الوحدة الأممية جمع الأطراف ليس أكثر. طيب أطرح هذا السؤال على ضيف الآخر الذي ينضم إلينا الآن من صنعاء في تغيير لمسار هذه الحلقة عبر الهاتف من صنعاء الأستاذ عبد الوهاب الشرفي. أرحب بك أستاذ عبد الوهاب. إذا أبدأ معك بالسؤال المشترك أيضا، جولة جديدة من مشاورات السلام، هل يبدو أن المسار السياسي هو الأقرب إلى حل الأزمة اليمنية؟ مساء الخير لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين الكرام. هو ربما الملاحظ لما يدور إلى حد الآن ربما أن المسار السياسي هو لم يطرح أساسا حتى الآن. نحن أمام جولة يمكن وصفها بجولة أو بمحطة إنسانية أكثر منها سياسية. كل الملفات التي تناقش هي من طبيعات ومن آثار الحرب وآثار الأزمة، لكن ما يتعلق بالجانب السياسي المتصل بجانبين، الأول هو الوصول لوقف الحرب، والجانب الآخر التوافق على صيغة حل الملف اليمني. هذه المسائل لم تطرح على الإطلاق حتى الآن، وبالتالي يعني لا يمكننا حتى الآن الحديث عن
أي تغير فيما يتعلق بالموقف في الجانب السياسي من خلال الجانبين. يعني هو القصد بالحديث عن المسار السياسي هو الابتعاد عن تسوية النزاع في اليمن عسكريا، هل هذا قريب أقرب مسألة التعامل دبلوماسيا وسياسيا، أم أن الواقع على الميدان هو الأقرب لتسوية أي طرف شروطه على الطرف الآخر؟ في الأخير المسألة متعلقة بالإرادة السياسية، الإرادة السياسية إلى حد الآن يعني لا نستطيع أن نحكم عليها، وإن قدرنا فنحن نقدر بأن الإرادة السياسية لم تتوفر بعد لدى الطرف التحالف السعودي وداعميه لإتاحة الفرصة للأطراف اليمنية، وبالتالي ما يتم من عمل هو باتجاه التمسك أساسا بالعمل العسكري. يعني البعض ينظر إلى ما يتم في السويد حاليا من تجارب ومن رسائل ربما إيجابية في الجوانب الإنسانية. نعم أستاذ عبد الوهاب. نعم في المحطات السابقة أنه مؤشر إيجابي، لكن أنت لو قرأت المحيط الآن بالملف اليمني تجد أن الوصول إلى هذه التقدمات في الجوانب الإنسانية أصبح أمرا مطلوبا للحفاظ على المعركة، على اعتبار أن الضغط الإنساني الكارثة الإنسانية قد سبقت العملية السياسية في يعني في إعاقة استمرار العمل العسكري، وبالتالي تظل المسألة ليست مؤشرا على إتاحة الفرصة لليمنيين، ولا يزال التمسك بالحل العسكري هو واقع التحالف السعودي حتى اللحظة. طيب أنتقل الآن إليك دكتور عبد الباقي، وأسألك الآن حول ما إذا، هل يمكن يعني بحسب المعطيات الحالية ما الذي يمكن أن تضيفه مشاورات ستوكهولم للأزمة اليمنية؟ أعتقد أن مشاورات ستوكهولم فقط هو كان هنالك وضع دولي ومناخ دولي متعلق بالتحولات التي حدثت لقضية جمال خاشقجي، وهناك أيضا تحول، ليس تحول، هناك استراتيجية ثابتة تتعلق بالحفاظ على الحوثيين في الحقل السياسي اليمني. هذا التحول، وهناك تحول آخر محلي يتعلق بتصفية صالح وبقاء الحوثيين كطرف وحيد بعد تصفية الحليف. هذا المناخ الدولي والإقليمي جعل الأطراف الاثنين مجبرين، هناك طرف مجبر وطرف يريد أن يكسب. الطرف المجبر هو دول التحالف التي أمام الضغط الإخلاقي والضغط الدبلوماسي والضغط الحقوقي عليها أرادت أن تمتص الضغط الدولي بعد حادثة إسطنبول بالذهاب نحو التسوية. الحوثيين بعد تصفية صالح وبعد هذا التوجه الدولي برمته ضد دول التحالف أرادت تم الاعتراف بها كطرف وحيد تصفية صالح، بالتالي هي الآن حققت الهدف بالاعتراف بها كطرف وحيد، أو معنى يسمى نان أكتور ستيتس في صنعاء والمحيطين عليها. هذا نجاح للحوثيين ولكنه خسارة للسلطة الشرعية وخسارة للتحالف، ولكنه أيضا يندرج في الاستراتيجية لدول المهيمنة التي تريد الحفاظ على الحوثيين الحفاظ عليهم. بالتالي لقاء السويد لا علاقة له بجوهر الصراع، هناك صراع بين سلطة شرعية عن الإنسانية، وأن الذهاب إلى السويد كان ناتج عن في اليمن، ناتج عن حكومة اسطنبول، هذه مغالطات لتشخيص الحال، توقيت خاطئ دفع دول التحالف نحو السويد ونحو طرف آخر مستفيد. بالتالي ما زالوا في مرحلة تبادل الأسرى، ما زالوا في مرحلة مطار صنعاء، مرحلة طيب وانقلاب لمن نسلم السلاح، لمن نسلم ميناء الحديدة. اليمن مقبلة على مخاطر، هذا الرجل وعود الأمم أراد
ضغط الشديد ومن الموقف الدولي استثماره في الحفاظ على ما أجرى، لأنه أول مرة يسمع أطراف النزاع، وبالتالي لا يهمه إلى أين سيذهبون. نحن ذاهبون إلى مفاوضات مفتوحة، ذاهبون تحت الضغط الدولي إلى أطروحات جديدة سنتحدث عليها بالتدريج خلال هذه الحلقة. طيب انتقل الى ضيف الاخر استاذ عبد الوهاب الشرفي من صنعاء. استاذ عبد الوهاب، يعني جماعه الحوثي تتحدث دائما عن استعدادها للسلام، لكن السلوك على الارض لا يوحي ب يعني لا تتوافق الافعال على الارض مع هذه التصريحات، الذي يبدو انهم يعني في نهايه المطاف لا يبدو الحوثيين قابلين لتقديم تنازلات حقيقيه في سياق إحداث هذا السلام. كيف يمكن فهم ذلك؟ طبعا ربما النظر للقضية بهذه الصورة التي تطرحها أنت وفيه نوع من التجني وعدم الإنصاف أساسا. نحن أمام معارك تدور على الأرض، ويعني يكون من المستغرب أن يتم الحديث أو التلويح باتجاه طرف بأنه يجب أن يقدم تنازلات من يعني فيما يتعلق بالمعركة. لكن أستاذ عبد الوهاب، يعني ألا يمكن اعتبار أن فتح مسألة فتح مطار صنعاء عبر مطار يعني عدن أو مطار سيئون، ألا يمكن أن يعتبر هذا تنازلا؟ لكن الحوثيين رفضوا هذه الخطوة. الخطوة هذه كان يجب أن تخرج بشكل رسمي، إعلان عن وقف إطلاق النار، وأيضا تشكل هيكلية معينة للرقابة، ومن خلالها نحن بعد ذلك نستطيع أن نوجه الاتهام سواء لأنصار الله أو لطرف التحالف. إلى حد الآن هناك تلاعب أساسا من الوصول إلى هذه النقطة المتعلقة بوقف إطلاق النار قبل الحديث عن هل المتسبب هو أنصار الله أو المتسبب الطرف الآخر. لم يتم المضي بجدية على الإطلاق في كل الفترات السابقة وفي كل المحطات السابقة بجدية، أما في هذه المحطة فلم يتم التعرض أساسا. أنت لو تتذكر المحطات السابقة تجد أن وقف إطلاق النار كان مطروحا دائما قبل المضي إلى كل محطة، لكن في هذه المحطة تم الذهاب إليها، بل أن غريب صرح بشكل مباشر بأن وقف إطلاق النار لا يعد أحد مطلوبات الذهاب إلى تشاور. لكن ما علاقة ذلك بفتح مطار صنعاء أستاذ عبد الوهاب؟ ما علاقة هذا ما تتفضل به بفتح مطار صنعاء؟ عفوا، أنا ربما لم أسمع مداخلتك السابقة وأن سؤالك عن مطار صنعاء لأن الصوت لدي تقطع، لكن إذا كان سؤالك حول مطار صنعاء، مطار صنعاء يا سيدي هو صورة من صور العقاب الجماعي التي مورثت بحق المجتمع. ليس هناك أي مبرر منطقي أو عسكري أو غيره لإغلاق مطار صنعاء غير نوايا الإضرار بالمواطنين، بدليل أن الرحلات بالكامل التي كانت تنطلق من مطار صنعاء كانت تفتش في مطار بيشة في المملكة العربية السعودية. الآن أصبح الأمر مطلوبا فتحه، هو على ما يبدو أن هناك شيء من التلكك من طرف هادي بالحديث عن أنه يجب أن يكون هناك محطات في محافظات أخرى، وكأنه يراد أن وما المشكلة يعني في ذلك أستاذ عبد الوهاب؟ إذا كانت المسألة أساسا هي تمرير أو تسهيل، أستاذ عبد الوهاب هل تسمعني؟ يعني ما المشكلة في ذلك إذا كانت المهمة الأساسية أو المطلب الأساسي هو تيسير حياة وتنقل الناس من خلال الجو، وفتح مطار صنعاء بهذه الطريقة على الأقل يحدث نوع من التغيير والتسهيل المطلوب؟ يا سيدي هناك طرفان متكاتلان متحاربان على الأرض، وبالتالي المطالبة بأن تخضع المسائل بمثل هذا الغلو هو كلام لا منطقي. في الأخير نحن أمام مرافق بطبيعتها هي خاضعة لإجراءات تفتيش وإجراءات يعني منظمة بأعلى المستويات للجانب الأمني وجانب السلامة وجانب التحرك. المطارات يعني ربما أن طرح الطرف هذه الآن هو تهم بحق المطارات الأخرى أكثر مما هو بحق مطار صنعاء، لأنه في الأخير الطائرة هي ستنطلق من مطار صنعاء لتحط في مطارات دول أخرى، فهل الدول الأخرى ستسهل يعني لأنصار الله أي تصرف أو أي عمل منتهك للقوانين وللأعراف المتعلقة بحركة الطيارة؟ أنا أعتقد أنه نوع من التلكك لا أكثر. يعني هو للتوضيح، إلى الآن الحديث على أن هناك إمكانية لفتح مطار صنعاء، لكن ليس بشكل مباشر إلى الدول الأخرى، وإنما
إلى مطارات أخرى في اليمن ثم إلى الدول الأخرى، لكن الحوثيين لديهم اعتراض من ناحية أن من يسيطر على المطارات كما يقولون في عدن وغيرها من الأماكن هم الإماراتيين وليس اليمنيين. أنتقل إلى نقطة لديك دكتور عبد الباقي، يعني فيما يتعلق بالملفات التي ستناقش، لا يبدو أن الكثيرين يعني متفائلين حول مسألة وقف الحرب الآن، لكن هناك حديث عن نقاط تفصيلية، مسألة الأسرى، مسألة مطار صنعاء، ميناء الحديدة، وكذلك البنك المركزي. هل يمكن اعتبار أنه إذا ما خرجت المفاوضات بنجاح في أحد هذه الملفات على الأقل أنها نجحت؟ هذه التي تحدث عنه المطالب، البنك المركزي ومطار صنعاء وميناء الحديدة، هذه هي المطالب الغربية لتأثير الجغرافية اليمنية في المستقبل. بمعنى أن مطار صنعاء، إذا رجعنا إلى تصريح وزير الدفاع الأمريكي في 29 أكتوبر في مسقط، هو تحدث عن بقاء الجماعات في جغرافيتها وفي مؤسساتها، بمعنى أن الحوثيين سيبقون في صنعاء وبأسلحتهم المتوسطة أو الثقيلة، ومطار صنعاء سيعمل كما سيبقى الحراك الجنوبي والسلطة الضعيفة في الجنوب بمطار عدن المتقطع، كما سيكون تعز معزول عن ميناء المخا والمارب أيضا قطاع منفصل. نحن أمام تسوية هشة، لأن هناك توصيف، أنا تحدثت في البداية، هناك توصيف خاطئ للحقل السياسي. لكن دكتور، ألا يمكن اعتبار الخروج بنقاط من هذه الملفات نجاحا للمشاورات؟ لأنه لا يبدو أن هناك إمكانية، يعني لا توجد لدى المبعوث الأممي في نهاية المطاف عصا سحرية ليجبر جميع الأطراف على توقيع اتفاق سلام، لكن مسألة إحداث تبادل في الأسرى، مسألة فتح مطار صنعاء للرحلات للتجارية مع وضع مراقبة إذا أراد التحالف والحكومة اليمنية ذلك، يمكن أن يسهل من حياة الناس، أليس كذلك؟ دعنا نتناقش بموضوعية دقيقة. المبعوث الأممي لديه ما يسمى بتوصيف، توصيف بمعنى أجندة لكيفية إيجاد مخرج لامتصاص الحالة الإنسانية، لإيجاد متنفسات للجانب الإنساني، للحفاظ على الحوثيين والسلطة الشرعية في كشخصيات وليس كسلطة في المؤسسات. وبالتالي هذه ليست نجاحات. نحن ندخل الآن في مرحلة أصعب بكثير من المرحلة السابقة، سندخل ما كنا نخشى منه. كنا نخشى قبل عامين من مرحلة تجربة كردستان، بمعنى أن يكون هنالك تأثيث المناطق الجنوبية وتدريبها على إدارة حياتها اليومية، ومن ثم يتم إعلام فك الارتباط وتصبح المعركة في شمال الشمال في منطقة تعز. نحن الآن دخلنا مرحلة جديدة، وأنا كنت في تقريبا احد القنوات العربيه وتحدثت مع احد الشخصيات الامريكيه ضيفين، وقال سوف تندمون على اطروحات كيري، بمعنى ان هنالك اطروحات ستكون اكثر ايلاما من اطروحات كيري. وبالتالي هذه الاطروحات الان جاءت عن لسان وزير الدفاع الامريكي، الذي تقول بان ستبقى اليمن لمده عقد او عقد ونصف أو عقدين حتى على شكل الصومال، سيكون هناك الناس مستمرين في الحياة، هناك مساعدة إنسانية، هناك مارب تدير حياتها ولديها متنفس، صنعاء تدير حياتها ولديها مطار متنفس، هناك وجود دولي في مطار الحديدة. وبالتالي هذا يعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هذا يعني بقاء اليمن، لأن التوصيف الصح للأطراف الآن. نحن نقدم الحديث عن الحالة الإنسانية، لأن هناك نجاح لإيران ونجاح للمجتمع الغربي. المجتمع الغربي ترك اليمن في صراع حتى أصبح الحديث عن حالة إنسانية وليس عن انقلاب. الحوثيين استفادوا من هذا، يعني هناك أخطاء من دول التحالف، هناك المملكة العربية السعودية قامت في سجون الأمراء وتفجير منظومة السلطة من الداخل، قامت في حصار قطر، قامت ب كثير من الأخطاء في أكثر من جهة، وآخرها حادثة خارجية، هذا وضعها في زاوية ضيقة. هذا انعكس على عدالة القضية اليمنية باعتبار دول التحالف المقدمة. بالتالي
الحديث عن أن السويد المستفيد الوحيد من لقاء السويد هو مبعوث الأمم المتحدة والحوثية. مبعوث الأمم المتحدة كان بموقف حرج لأنه لم يستجم على الأطراف، وهو كان أقصى طموحه أن يجمعهم في مكان، وحققوا طموح الحوثيين، حققوا طموحهم بحيث أنهم بعد ما الذي حققه الحوثيون دكتور؟ الحوثيين بعد تصفية صالح وأصبح هم الطرف الوحيد في صنعاء، بمعنى الطرف المهيمن على مؤسسة على ما تبقى من مؤسسة الدولة التي كان سهيمنها صالح بعد صهر كما صالح عقائديا أو نفعيا أو جبريا في إطار المنظومة الحوثية، أصبحوا الآن الطرف الوحيد يعني الآن أذكر ستيتي صنعاء. طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى ضيف الآخر أستاذ عبد الوهاب الشرفي، هل تتفق في أن من نجح أو من يمثل له من تمثل هذه المشاورات له نجاحا هو المبعوث الأممي بدرجة أساسية وكذا الحوثيين كما يقول الدكتور عبد الباقي؟ هو بالطبع المبعوث الأممي هو صاحب مصلحة في هذه المحطة، على اعتبار أنه منذ توليه للملف اليمني لم يتمكن من جمع الأطراف، وهذا الأمر هو يحسب عليه، وبالتالي كونه تمكن الآن من عقدها في السويد هذا الأمر ربما يكون يعني مكسبا بالنسبة له. طيب ماذا عن جماعة الحوثيين إذا؟ جماعة الحوثيين إلى حد الآن لا يمكن القول بأنها ذات مكسب، في الأخير اجتماع اليمنيين في فرصة مهيئة، هو يجب أن ينظر له على أنه مكسب للجميع وليس مكسبا لطرف، لكن عائق الذي يقف أمام لكن أستاذ عبد الوهاب ألا يمكن اعتبار أن إخراج عدد من جرحى الحوثيين إلى الخارج وقبول وحتى خروج الحوثيين مع المبعوث الأممي من صنعاء ألا يعتبر ذلك نوع من الاستفادة التي حققها الحوثيون؟ هناك من يقول أن جريفيثس يدلل الحوثيين. هو بالطبع الآن يعني المسائل الإنسانية يجب أن ينظر لها بالتسهيل من قبل الجميع، وأيضا فقط أنا أنوه هنا قبل أن أستمر في إجابتي فيما يتعلق بمطار صنعاء، أنا أدعو الطرفين جميعا للتفكير بإدارة مستقلة، ولتكن مثلا الإدارة التي كانت تدير المطار قبل اندلاع الحرب للتسهيل الجوانب الإنسانية بما فيها الجرحى، بما فيها الجانب الاقتصادي، بما فيها الأسرى والمعتقلين، يجب أن تلقى التعاون من الجميع دون أن يحاول أي طرف أن يحتسبها على الطرف الآخر أو أنها يعني مسألة قدمت لطرف على حساب طرف وما إليه. الجانب الإنساني يجب أن ينظر له الجميع نظرة بناءة، هذا هو حق المدنيين على الجميع، ويجب أن يتعاون وأن يسهل فيه الجميع. ربما هو كان من المستغرب خلال المحطات السابقة أن الجانب الإنساني ظل عالقا ولم يتفانى الطرفين في الوصول إلى حلول له. الآن ربما العوامل المحيطة بالملف اليمني ساهمت في إقناع خصوصا طرف التحالف في التسهيل لليمنيين للتلاقي على حلول الجانب الإنساني، ويجب أن نمضي فيها دون أي محاولة لضرب صورتها بتصويرها بأنها خطوة لصالح طرف ضد طرف آخر. يجب أن يتعاون الجميع في هذا الجانب باعتباره التزاما أخلاقيا بعيدا عن لكن ألا تخاطب ميليشيا الحوثي اليمنيين على أنها هي التي تسعى لإيجاد السلام وهي التي تريد تحقيق هذا السلام وهي التي تحرص على اليمنيين وأن الطرف الآخر ليس عبارة إلا عن مرتزقة وعدوان وما شابه؟ في الأخير الطرف المتبادل هو كائن من الطرفين، ليس هناك حتى الآن آلية تمنع أي طرف من استخدام لغته. هذا الأمر ربما كان جميل لو توصل إليه غريتس بأن يضع معايير لأساليب الخطاب كل اتجاه الآخر، لكن في الأخير نحن أمام واقع المعركة مستمرة، ويعني ليس هناك أي ضوابط وضعت لا للمعركة ولا للخطاب ولا لغيره، ويجب أن نتعامل مع المسائل باعتبارها تسير في مسارها الطبيعي. هؤلاء يتحدثون بهذه اللغة والطرف الآخر يتحدث بلغة الانقلاب والإمامية وما إليه، وبالتالي يظل المسألة في مساراتها الطبيعية في ظل عدم التعرض من قبل المبعوث الأممي لهذا الجانب ووضع أي ضوابط تحكمه. طيب أنتقل إليك دكتور، هل ترى فعلا كما يقول الأستاذ عبد الوهاب على أن
لنمضي الآن في هذه المشاورات ولننتقل إلى محاولة يعني صيانة الدم اليمني، وعلى أن كل ما يمكن أن يحقق في هذا السياق هو مصلحة للجميع وليس للحوثيين دون الحكومة الشرعية. هذا تضليل للتوصيف، هناك تضليل أيضا. هذا نحن نعلم أن الحوثيين مشروع إيماني يسعى وثورة مضادة لاستعادة السلطة، وهناك أيضا لديهم تفويض إلهي للحاكم، وبالتالي هذه المغالطات، لأن هم طرف، ليس هم طرف، هم يريدون، ليس طرفا سياسيا يسعى إلى إيجاد توافقات تحقق الصالح العام. هؤلاء لديهم مشروع واضح، وبالتالي الحديث أن هناك صراع بين الأطراف اليمنية ونبحث عن طرف سلحي تضليلات. هذا تعامل مثل المحامي الشاطر، نحن أمام انقلاب. سيتحدث الكثير ويقول لماذا هذه اللغة، لأنه أنا ضد تضليل الرأي العام، ضد، لأن ربما نقوم بإجراء بعض المعالجات الجراحية دون تنقية الجرح كما ينبغي، بالتالي نحن نؤدي إلى تلوث هذا الجرح وإلى بتر اليد. وبالتالي هذا الحديث عن أن طرف ثالث، ليس هناك طرف ثالث، هناك سلطة شرعية، هناك انقلاب. الذي تحدث عن سلطة شرعية تحدث عن أطراف نزاع والمجتمع الدولي، لأنه أراد أن يزرع الحوثيين في الحقل السياسي اليمني. نحن بشكل واضح، ليس أنا الآن أتحدث كطرف سياسي، أنا أتحدث كرجل مستقل. هناك انقلاب، هناك سلطة شرعية، يسلم السلاح للسلطة الشرعية، الانسحاب من المدن، هذا هو المعالجة. هذه المعالجة التي تقول افتح مطار صنعاء يعني، والبنك المركزي يعني، أن الحوثيين أصبحوا طرف أصيل. حزب الله اليمن تأسس، هذا حزب الله سيكون له مرجعية دينية في صعدة، له مرجعية جغرافية في الجراف، هذا سيتحكم بصناعة القرار اليمني وسيلتهم الجغرافيا، بالتالي أصبح لديه مطار، لديه هيمنة على السواحل، لديه وجود كيانات في الأمن القومي والأمن السياسي ومؤسسة الدولة، سيلعب بهذا القرار. بالتالي نحن أمام جماعة ليست فقط انقلابية، نحن أمام جماعة تسعى إلى العودة إلى السلطة بشكلها الإمامي. بالتالي لن تصل المجموعات في السويد إلى حل إلا حتى إذا ضغط المجتمع الدولي وأجبر المجتمع اليمني الجماعات تحت هذا الوضع الدولي، أن هناك ضغط إخلاقي على السعودية، ضغط على دول الاتحاد والإمارات، بعد تقريبا شهر أو شهرين سوف تدخل تحت ضغط الإخلاقي نظرا للملف الإخلاقي والسياسي والحقوقي لديها، ستدخل بعد السعودية. هذا سيجعل دول الاتحاد يعني تفقد المسألة اليمنية عدالتها الدستورية، سيتم إيجاد أي معالجة للضغط الدولي. هذا يعني أننا سأدخل بمرحلة سومالية. طيب هناك حديث كبير عن مسألة المرجعيات، وهذه نقطة أريد أن أسأل فيها الأستاذ. حديث كبير، لا المرجعيات الذي يتحدث عنها بن عمر ولا يتحدث عنها ولد الشيخ، حتى كلهم كانوا يتحدثوا عن المرجعيات كديباجة لا علاقة لها بالإجراءات. الدول الراعية تريد الحفاظ على الحوثيين. طيب هذا الحديث موجود، ولذلك أنا أريد الذي أضعفنا هو دول التحالف التي كانت لها مصالح استراتيجية في تأخير حسم المعركة العسكرية، وفي إضعاف السلطة الشرعية، وفي إيجاد كيانات منافسة للسلطة الشرعية. الآن بعد حجبة جمال خاشقجي تتحمل يعني هي، لكن نحن لماذا نتحمل هذا؟ نحن نستلقب دول التحالف التي لم تحسم المعركة لأسباب متعلقة بمصالحها الاستراتيجية والاستثمارية، بأسر تتعلق بالسيطرة على موانينا والسيطرة على أنابيب الغاز. طيب الآن هناك هذه المشاورات دكتور، وأنا أسأل هنا الأستاذ عبد الوهاب الشرفي في هذا، لن تفضي هذه المشاورات نعم دكتور إلى كسب الحوثيين اعتراف دولي، وسيعودون وسندخل في حوار مفرغ، لأن كل طرف. هذه النقطة التي أريد السؤال فيها للأستاذ عبد الوهاب الشرفي، لماذا يبحث الآن الحوثيون عن مرجعيات جديدة وعن مرحلة انتقالية جديدة؟ اليوم عبد الملك العجري يتحدث لوسائل الإعلام يقول أن هناك حاجة لقرارات جديدة ومرحلة انتقالية جديدة، وما مضى من مرجعيات لم تعد يعني تتوافق والواقع.
يعني لم يكن هناك اساسا مرجعيات سابقه لنقول ان هناك حديث عن مرجعيات جديده. لكن هناك القرار الاممي 2216، وهناك المبادره الخليجيه، وهناك مؤتمر الحوار الوطني فقط يا سيدي. هناك القرار الاممي فقط، باقي المسائل هي غير صالحه لان تكون مرجعيات، وهم يعرفون تماما انهم يستخدمونها للاعاقه، بينما هي موضوعيا غير صالحه. استاذ عبد الوهاب، هل يمكن الحديث على ان مؤتمر الحوار الوطني الذي جلس فيه اليمنيون اشهرا كثيره وهم يتحاورون جميع اطياف المجتمع اليمني بما فيها الحوثيون، ان هذه المرجعيات غير لا يمكن العمل وفقا لها؟ على النقطتين يا سيدي، ساتي لك على النقطتين. القرار الامم المبادره الخليجيه يعرف الجميع بان انصار الله لم يكونوا طرفا فيها. المبادره الخليجيه قد انتهت التمديد لهذه وانتهى الموضوع، وهو يحتاج الآن إلى تمديد جديد، وبالتالي ذكرها ليس ملزما لأطراف لم تكن طرفا فيها كأنصار الله، ولا هي ملزمة للمؤتمر الشعبي ما لم يتم التجديد لهذه مرة ثانية. المطالبة بأن تكون مرجعية الهدف فيها هو ضرب القرار الأممي نفسه، القرار الأممي الذي ينص على أن تستكمل المشاورات أو المفاوضات التي كانت مرعية أمميا في كل شيء بما في ذلك مسألة الحكم. والجميع يعرف أن جمال بن عمر كان قد بدأ يدير مفاوضات حول مؤسسة الرئاسة، وهم يحاولوا أن يتهربوا من هذا البند في القرار الأممي. بالنسبة لمخرجات الحوار الوطني، الجميع يعرف بأن أهم مخرجين من مخرجات الحوار وهما الدستور والأقاليم لم يوافق عليهما لا المؤتمر الشعبي العام ولا أنصار الله، وكانت هذه يعني كل النقاط الأخرى لا يمكن، يعني لا يمكن وضع الاعتبار لكل هذه النقاط الأخرى أستاذ عبد الوهاب فقط من أجل نقطتين يجب الدخول في مؤتمر حوار أو مرحلة انتقالية جديدة فقط لنقطتين. يا سيدي، هاتان النقطتان هما بالحوار بالكامل، الدستور الذي ستسير عليه البلد في مستقبلها وشكل الدولة فيما يتعلق بأكاليم. يعني ماذا عن العدالة الانتقالية؟ ماذا عن الحكم الرشيد ومسألة توزيع الثروة والسلطة؟ نفط على أن المرجعيات هو المتفق عليه، ما أجمع عليه الجميع من مخرجات الحوار الوطني، هنا لا إشكال. لكن التعميم ولمحاولة تمرير أمر مختلف، وهذا الأمر قد سبق وأن أكد عليه في اتفاقات أممية بأنه يجب أن يستكمل بما فيها اتفاق السلم والشراكة الذي ينص على استكمال المشاورات فيما يتعلق بالنقاط التي لم يتم التوصل فيها إلى توافق في مخرجات الحوار الوطني. هناك لكن اتفاق السلم والشراكة يعني يقر بالمبادرة الخليجية، كيف الحوثيين أستاذ عبد الوهاب لا يقروا بالمبادرة الخليجية لكن في حال النقاط التي يريدونها أو لمصلحتهم يمكن الحديث عن المبادرة الخليجية كمرجعية؟ اتفاق السلم والشراكة يقر بها ويقر بها كل الاتفاقات السابقة بما فيها مؤتمر الحوار الوطني بين الأطراف التي وقعت عليها. أنت الآن تريد من الأطراف التي لم توقع عليها أساسا أن تتبناها وأن تعترف بها بصورة عبثية أساسا. قلت لك المبادرة الخليجية قد انتهت وقد جدد يعني لهذه مرة، والآن مطلوب إذا أردت أن تعمل بالمبادرة الخليجية أن تجدد له لمرة ثالثة، والأمر يحتاج إلى نقاش وبحث خاص به، وبالتالي التمسك بها هو فقط نوع من يعني من وضع العوائق أمام السير إلى الأمام لا أقل ولا أكثر، ولتعزيز وضع هذه على اعتبار ان القرار الاممي الذي قلت لك هو المرجعيه الوحيده، موقف هذه فيه ضعيف والقوه فيه هي للحكومه التي اطاح بها هذه وهي حكومه بحر. طيب دعني انقل هذه النقاط الى الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، اذا يقول الاستاذ عبد الوهاب انه لا يمكن وضع الاعتبار للمبادره الخليجيه لان اساسا الحوثيون لم يوقعوا عليها، هناك حاجه ل يعني المزيد من الحديث حول النقطتين الأهم بالنسبة لمرجعيات مؤتمر الحوار الوطني، وهي ما يتعلق بمسألة يعني تحديد الأقاليم وكذا الوضع في صعدة والجنوب. هذا الأمر كله هل يمكن القبول فيه لليمنيين الذين شبعوا حوارا كما يبدو، شبعوا أيضا حتى حربا؟ أولا كون الحوثيين غير طرف المبادرة الخليجية لا يعني الانقلاب على الإجماع الوطني، هي جماعة خرجت عن الإجماع الوطني، هي جماعة دخلت في حرب مع السلطة المركزية،
هي جماعة قائدية، كان الشباب في ساحة السرير وهم يشتغلون على الجزرات اليمنية، كانوا يعدون العدة للانقلاب على السلطة، وبالتالي هذه جماعة انقلابية. الحديث عن مبادرة خليجية انتهت، هذا يعني هذا هو الذي يوضح التوجه، وهذا الذي يؤكد أن ما يحدث في السويد مجرد يعني مضيعة للوقت. أننا أمام جماعة تعتقد أنها تمتلك القوة ولا تؤمن إلا بالقوة، وبالتالي الحديث عن وصول التسوية، هم يريدون في أقل الأضرار أن يستمروا على شاكلة حزب الله. ونحن نعرف ماذا يحدث في لبنان من حزب الله، وحتى حزب الله في اليمن سيلتهم الجغرافية والمؤسسات بعد ما سيطر على كل أسلحة والمؤسسات، وبالتالي لن يعترف بهذه السلطة. هي سلطة تقول المادة السابعة من والفقرة باء من بزم من الآلية التنفيذية، تنتهي المرحلة الثانية بالاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس جديد. هؤلاء لعبوا خلال المرحلة الانتقالية بالتحالف مع صالح وتآمروا على السلطة، بالتالي أثناء التوقيع على السلم والشراكة كانوا يخططون لتسليم صنعاء مع المخلوع صالح في صنعاء، وبالتالي هذه الأحاديث هم الآن يتحدثون من موقع من يمتلك القوة. هؤلاء ليس لديهم مشروع سياسي أو ليس لديهم مطالب سياسية، هؤلاء ثورة انقلابية لثورة سبتمبر، وبالتالي يسعون العودة إلى السلطة، وبالتالي شرعية الحكم لديهم شرعية البطنين محصورة، لا شرعية للجمهورية لا شرعية للديمقراطية، وبالتالي لن يقبلوا الحوار، بالعكس سيذهبون. هذه استراتيجية إيرانية، استراتيجية للحوثيين، سيدخلون في حوار طويل، سيتحدثون لمن يسلم السلاح، لا يعترفون بالسلطة. طيب الشرعية. هل هناك لو سمحت يا دكتور، هل هناك ما يلزم الحوثيين بغير ذلك؟ الحكومة الشرعية والتحالف غير قادرين على الحسم، كما هو واضح من خلال أن الحرب لديها أكثر من أربع سنوات تقريبا. لا، ليس غير قادرين على الحسم، دعنا نكون واضحين مع المشاهد اليمني. لدول التحالف التي طعنت الشعب اليمني في ظهره، والشعب اليمني سلم، ليس الشعب اليمني، حضرت منصور هادي وسلطته كانت ضعيفة وسلمت مصيرنا ومستقبلنا لدول التحالف، ولهذا دول التحالف كان لديها مصالح، الإمارة لديها مصالح في ميناء عدن وفي المناطق الدولية، لديها مصالح في تسليم الشمال على الجنوب، السعودية لديها مصالح في المنطقة الشرقية وفي مد الأنابيب المياه والغاز إلى من المنطقة الشرقية حتى تكون حتى بحر العرب، حتى تكون بعيد عن في حالة صراع مع إيران، بالتالي هناك مصالح استثمارية وجيوستراتيجية مع دول التحالف. الذي نحن الشعب اليمني لم يتضرر فقط من الحوثيين، أيضا تضرر من دول التحالف هي التي أجلت، وهذا ما يبدو أن الحوثيين يقومون بالترويج واستخدامه في هذا السياق. يعني هناك حاجة لأن أنتقل إلى نقطة أخرى دكتور في هذا السياق. أقول أنهم يحاولون يضللون، وكأن المعركة بين دول التحالف والحوثيين، هناك معركة جمهورية ملكية، معركة يعني نحن نريدها، لكن يعني هذا الأمر يرفضه ضيف الآخر الأستاذ عبد الوهاب الشرفي. يعني هل من الطبيعي جدا أن نرفضه لأنه نعم. من الجماعة الانقلابية، لأنه ينتمي إلى المشروع الإمامي، لأنه طيب. ينتمي إلى أسألك الآن أستاذ عبد الوهاب ما الذي يمكن أن يحقق الحل في اليمن والسلام؟ ما الذي يريده الحوثيون حتى تقف هذه المعارك؟ لأن الدكتور انتهى من مهاجمة أنصار الله وتحول إلى مهاجمتي، فقط أوضح في هذه النقطة. نحن ندعو إلى نظام جمهوري. أنا أستاذ عبد الوهاب، لك أنا شخصيا مستقل عن الجميع وأدعو إلى النظام الجمهوري، وليس هناك من يتبنى رسميا الدعوة لغير النظام الجمهوري. إذا أخذت على هؤلاء ملامح معينة بأن هناك توجه لما يعرف بحكم إمامي، فسيؤخذ عليك ملامح أن سلطة هذه أصبحت تمثل حاملا لمشروع احتلال لدول الخليج لليمن. هو لا يدافع دكتور عبد الباقي، لا يدافع عن الحكومة الشرعية. هو هاجمني شخصيا وقال بأنني يعني من الجماعة التي تدعو وتدعو وما تدعو. في الأخير يا سيدي دعونا نمضي إلى كلمة سواء، الخطأ موزع على الطرفين
اقطعوا الطريق على هؤلاء بالموافقة على الذهاب إلى حكومة توافقية. ما هو الذي يمنع تذهب الدول إلى حلول توافقية على أزمات أقل من حرب، بينما أنت الآن البلد معرضة لأن تتدمر بالكامل أو قد تدمرت، وبالتالي ما هو الذي يمنع من تقديم تنازل ويعني للذهاب إلى حكومة توافق وإلى رئاسة توافق وإلى التوافق في كل شيء لنجاوز هذه المرحلة حفاظا على الوطن ومكتسباته وسلمه الاجتماعي ووقفا لنزيف الدم. أما التمسك بالشعارات والعناوين هذا يظل هو تمسك أو محاولة للتغلب والقضاء على الآخر، وبالتالي محافظة على حالة الصراع القائمة في البلد. يجب أن ينظر إلى الأمور باتزان، والمرحلة الآن أصبحت تتطلب بالفعل من الجميع أن يبدي أو أن يثبت وطنيته وحرصه على الوطن. الاستمرار أكثر من هكذا سيجعل المستقبل مدمرا لآجال طويلة، والآن ربما لا زال يمكن تلافيه بقدر ما ويمكن ترميمه جزئيا ثم بعد ذلك استكمال الترميم على مراحل، لكن إذا استمر الوضع بالشكل الحالي من الصراع العبثي الذي لا طائل فيه لهؤلاء لن يصلوا إلى دولة بمفردهم، ولا طائل لأولئك لن يصلوا إلى دولة، وإن تغلبوا فسيكونوا فقط حامل الاحتلال، وبالتالي يجب أن نخرج من هذه العقد وأن نستوعب أن الجميع تورط، وأن نعمل على أن ننتشل البلد وأن نخرجها بحكومة توافق تمهد لعملية انتخابات وتمضي المؤسسات. ونحن بدورنا كأطراف مستقلة نعد بأنه في حالة أن هناك طرف سار سيرا سويا سنكون معه ضد الطرف الآخر، حتى لو كنا من صنعاء وكان الطرف الذي هو تقام عليه الحجة قطعيا هو أنصار الله ليس لدينا مانع أن نقف ضدهم، وأيضا إذا كان الطرف الآخر هو المتسبب في عدم المانع في عدم الوصول إلى حل سنكون ضدهم. نحن ننظر للأمور باستقلالية تامة، وضع البلد يتطلب تنازلات حقيقية ولا يتطلب مراوغات وتمسك بأمور كلها هشة وغير قطعية. كل ما يتم الحديث عنه هو فقط الآن بهدف استمرار القتال في محاولة للتغلب والنصر العسكري، وهذا الأمر حتى لو افترضنا حدوثه مع أن الجميع يدرك بأنه تأخر وغير ممكن، لكن حتى لو افترضنا جزلا حدوثه لن تستقر اليمن وسيدخل البلد في صراعات طويلة ربما تصل إلى تناحرات مجتمعية. طيب، بينما هي لا زالت حتى الآن مؤطرة في إطارها. سمعت دكتور ما قاله الأستاذ عبد الوهاب، كيف تعلق في دقيقتين إذا سمحت؟ يا عزيزي، بعد أن دمروا مقدرات الشعب اليمني ومزقوا هويته الوطنية، وبعد ما تآمروا مع صالح للاستيلاء على صنعاء وعلى مقدرات البلد، بعد ما جوعوا الشعب اليمني وأن أكون في قصد وأقولها في قصد، الآن يريدون الذهاب إلى مشاورات تعترف بهم كطرف وبالتالي نصل إلى تسوية. نحن لسنا من دعاة الحرب ولا نتحدث في عاطفة، هؤلاء جماعة انقلابية وثورة مضادة، لا حل أمام الشعب اليمني غير إنهاء الانقلاب، وبالتالي الشعب اليمني قادر على إنهاء هذا الانقلاب وعلى استحقاق الجمهورية. لا أتكلم بخيال ولا بحلم، أقولها بوضوح، الذي أضعف السلطة الشرعية والذي أوقف الجيش اليمني بسرعة والذي لا يسمح بتقدم الجيش اليمني ولا التحالف، ذلك أنه نحن اليمنيين والنقب والقوى الوطنية قادرة على انتساب المشروع. أنا كشخصيا لا أتحدث عن الجميع، فلن أقبل هذا المشروع ولن أقبل الحوار مع هذه الجماعة كطرف من أطراف. هذه جماعة مزقت النسيج العقائدي، مزقت النسيج الاجتماعي، دمرت اليمن، أخرتنا من يقارب قرن من الزمان، ولن نقبل بعودة الإمامة لحكم اليمن. بالتالي الحل الوحيد أمام هذه الجماعة، ولن نقبل بتجربة حزب الله، ولن نقبلهم في الجراس، ولن نقبلهم في عاصمة عقائدية في صنعاء. حتى لو كان هناك تصفية، الشعب اليمني في هناك ملايين في تعز، ملايين في الحديدة، ملايين في أب، لا يمكن أن نقبل حكما إماميا، لا يمكن أن نقبل أن يحكمنا هؤلاء القادمون من العصور الوسطى، لا يمكن لهؤلاء المضللين الذين يقتلون القتيل ثم يمشوا بجنازته، هؤلاء انقلبوا على السلطة، أخذوا أموالنا من البنك المركزي، جوعوا الشعب اليمني، استولوا على السلاح ثم يتحولون نعم سلام، تآمروا على الشعب اليمني في يسمى
يعني مؤتمر السلم والشراكة وهم ينقلبون. إذن أشكرك دكتور. بالتالي هذه المغالطات لا تمشي، ولن نخرج من السويد. الحل الوحيد في أن تعود السلطة الشرعية دعم من دول التحالف أو بدون دعم من دول التحالف لممارسة سيادتها والقضاء على هذه الجماعة في إطار سيادة القضاء. أشكرك إذن دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، وكذا الشكر موصول لأستاذ عبد الوهاب الشرفي المحلل السياسي الذي كان معنا عبر الهاتف من صنعاء. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي، في أمان الله.